نعم، خلينا نشوف أول ابتكار من مرتضى. وطبعا قال أبو وجدان لازم تكون متجسدة على أرض الواقع وبعدها نحكمه يا ويسار وشكرا. طبعا راح تكون متجسدة وراح نجربوها في مجسم صغير، هو عبارة عن ابتكار شغل يعني تكون دقة خاصة لفتح الباب. يا أخي نعم نعم، خلينا نشوف الفكرة هذه، أنك تحل الباب الحوش أو أي باب عن طريق طبطيبة خاصة، معناها ما كانش طبطيبة خاصة أنت تبرمجها، لما تبرمجها تولي تفتح به الباب تاعك. مثلا نجي نبرمج الطبطيبة اللي حاب نديرها انا، ها هاك ندير الدقتين او ثلاث، بسم الله ما فتحش. هاو تفتح ما شاء الله، سمعت الصوت يعني ترك كي طبطب يعني شغل قمره طبطيبه خاصه. لما يجي واحد معناها يطبطب اكيد راح المشروع هذا، لما جيت نجسد فيه في الواقع قد في الباب تاع الحوج تاعنا بعد نلقى صعوبه كبيره، لان يعتمد على الاهتزازات والباب تاع الحديد كل بلاصه عندها هزه معين، معناها نوعيه الهزه تتبدل، تبقى عندك بلاصه مثلا تقمرها والله تحددها هي اللي تطبطب به، اللي طبطب البلاصه هذيك وعدد الطبطبات وهكا باش تفتح. امر صعيب جدا انك معناها، لان لما نشرت الفكره هذه الناس كل قالت لك سهلت على السارق سهلت على السارق، وهي في الحقيقه ماهيش سهل ماهيش سهل يعني سهل. هناك دقه خاصه يعني دقها باش تفتح الباب فعلا. جميل جدا، حاجه مليحه. وثاني حتى يعني يمكن هناك طفل صغير في الدار يتسكر عنه الباب، والا يعني هنا تجي الام ما تقعدش انه يهدوا الباب ولا يكسروا الباب، بل تكون يعني الطريقه جد سهله انهم يديروا هذيك الدقه وتفتح.